بسم الله وبركاته، نروح كونسلين واحدة مين. حلقة جديدة من برنامج فكرتي مع قناة دكتور أوجستين. هنتكلم من الحلقة دي عن مقتل كاهن كنيسة شبرا. كالعادة المفاجأة بقى في القضية دي إن سيدة من دول المهجر عزمت الأنبا مرقس على الأكل. فالمستفز في الوضع بقى ان هو رد فعله، وهو بتسأله هل معقولة الشخص ده قتل الكاهن؟ فقالها اللواءات والضباط بيأكدوا كده. نعم، اللواءات والضباط بيأكدوا كده. طب وبالنسبة للكاميرات يعني نظامها ايه؟ بس دول في مصدر ثقة وفي رمضان، في أول رمضان. نعم، فالرد المنطقي الرائع قلت له امشي، قوم امشي. أنا اللي بستغربه يعني الشخصيات دي، يعني لو فعلا الكلام ده حقيقي، الشخصيات دي قاعدة في المجمع وقاعدة في برشاتها بتعمل ايه؟ حاجة مؤسفة.